لو كنت الرئيس نبيه بري اليوم، أول شيء بدي أعمل شيعي. هيدي فكرة افتراضية، لو كنت بدك تسألي الرئيس بري إذا بيقبل. إذا بيقبل أنت تكون؟ إني يكون شيعي. ليه شو هي حصرا على الرئيس بري؟ إيه بدك هيك طبعا. لا شو مين ما كان بحق له يكون شيعي، هلا عم بسألك لو كنت لو رئيس. كنت شو؟ لو كنت الرئيس نبيه بري اليوم. ليش نقيتي الرئيس بري؟ لو طب كنت طب شو فيها وإذا نقيت الرئيس بري؟ لأنه إنه ليش له هو؟ نقي من 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 طرف. ما هي هيدي فكرة افتراضية، يعني بدي نقي شيء افتراضي. ما فيني اقول لك لو كنت الرئيس شو بدك ايه؟ كنت ترشحك مرة ثانية بدك تسأليني ايه هيك؟ إذا ما في غير الرئيس بري، إذا ما في غير الرئيس حكما لازم يترشح الرئيس بري، ولا بيقعد مجلس النواب بدون مجلس الأكثرية مع الرئيس بري. هلا إذا في نائب شيعي بيزمت خلاف خارج الثنائي الشيعي، هون المشكلة رح تصير بمجلس النواب. المعارضة حترشحه له، هو رح يقبل بالترشيح.